مرحبا بكم. نلاحظ في الوقت الحاضر انتشارا واسع النطاق لمرض السرطان، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها النظام الغذائي الخاطئ الذي يتبعه الكثير من الناس حسب ما أكدته العديد من الأبحاث. وأثبتت الدراسات أن هناك مواد مسرطنة كامنة في العديد من الأطعمة، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الإصابة بهذا المرض الخبيث الذي يهدد حياة الملايين حول العالم. وإليكم فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب علينا تجنبها لتفادي الإصابة بالسرطان. قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. عاشرا، الطماطم المعلبة. رغم أن الطماطم من الأطعمة المكافحة للسرطان لاحتوائها على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، إلا أن المعلب منها يعد سببا واضحا للإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلى مادة بيسفينول A الكيميائية التي تستخدم لحفظ الأطعمة المعلبة. فهذه المادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان البروستاتا، العقم والبلوغ المبكر، واضطرابات التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني. تاسعا، المشروبات المحلاة. المشروبات كالعصائر والمشروبات الغازية وإلى غير ذلك من المشروبات التي تحتوي على السكر المكرر، يمكن لهذه المشروبات المحلاة أن تكون مصدرا لنمو الخلايا السرطانية، وذلك بسبب احتوائها على مواد مسرطنة مثل السكر المكرر ومكسبات الطعم واللون وغيرها، ويمكن أن تساعد في تعزيز تشكيل أو نمو الورم في الجسم. ولذلك إن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر وضعت كسبب رئيسي في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. يمكنك تعويض تلك المشروبات بالمشروبات الطازجة. ثامنا، الأسماك المستزرعة. على الرغم من كون الأسماك دائما مصدرا للصحة والأوميجا 3، وتمدنا بالزكاء والطاقة وغيرها، إلى أن الأسماك المستزرعة تحتوي على مستويات عالية من السموم والمواد المسرطنة كمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. وينبغي للمرء تجنب الأسماك المستزرعة لتجنب أي خطر يؤدي إلى تطوير السرطان. سابعا، اللحوم المصنعة. تحتوي اللحوم المصنعة كالنقانق وغيرها على مواد كيميائية ومواد حافظة مختلفة، على رأسها نترات الصوديوم التي تعد من أخطر المواد المسرطنة، وهي التي تمنح هذه اللحوم مظهرها الطازج ومذاقها الشهي. سادسا، فشار الميكروويف. الفشار المجهز في الميكروويف من المواد المسببة للسرطان بسبب وجود حمض بيروفلور كاتانويك، وهو مادة كيميائية مسببة لسرطان الثدي والكلى والقولون والبروستاتا والرئة والغدة الدرقية، وكذلك سرطان الدم والغدد الليمفاوية. خامسا، الأطعمة المقلية. رقائق البطاطس، البطاطس المقلية، والعديد من الأطعمة السريعة الأخرى التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، أي الزيوت المهدرجة غير الصحية، والتي تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول والشرايين. بالإضافة إلى هذا، تحتوي على مادة الأكريلاميد، وهي كما يقال عصب أساس قابلية نمو الخلايا السرطانية. رابعا، المحليات الصناعية. تسمى كوكتيلات كيميائية، فهي مواد كيميائية خالية أو منخفضة السعرات الحرارية، والتي تضاعف مخاطر الإصابة بالسرطان والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما أنها تحفز الشهية وبالتالي تزيد الوزن. وتستخدم المحليات الصناعية في المشروبات والحلويات والأطعمة الجاهزة، وفي بعض أنواع العلكة، وفي بعض أنواع معجون الأسنان. ثالثا، السكر المكرر. يعتبر السكر المكرر الغذاء المفضل لخلايا السرطان. شراب الذرة المركز إحدى مشتقات السكر، وعندما يتناولها المرء يتسبب في تشوه خلايا الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ثانيا، المخللات. تبرهن الدراسات والأبحاث مؤخرا أن تناول الجبن والمخللات باستمرار يساهم بشكل رئيسي في الإصابة بسرطان المعدة والقولون، وذلك نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الأملاح والمواد الأخرى التي قد تكون سببا رئيسيا في الإصابة بالسرطان. وأخيرا، اللحوم الحمراء. بالطبع اللحوم لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن الإفراط فيها هو ما يفعل ذلك. فعند تناولها بشكل مبالغ فيه، فقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء على أساس منتظم، أي 3 مرات في الأسبوع، لا يتعرضوا لخطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة مع أولئك الذين يستهلكونها باستمرار وبشكل يومي. لذلك عليكم أحبائي أن تتجنبوا اللحوم الحمراء على أساس منتظم للبقاء بعيدا عن أي فرصة للإصابة بالسرطان.
شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.